يبدأ. بكرة منتظرين القيد، آه بكرة منتظرين قرار لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشرباجي للقيد، وده شيء مهم جدا قبل مباراة مهمة إن شاء الله ثلاثة، يكونوا إضافة قوية لنادي الزمالك إن شاء الله. في البداية كابتن خالد، أزمة القيد دي أزمة بلا لازمة، أزمة اتعملت ملهاش أي مبررات وملهاش أي سند قانوني أو سند لائحي، لا القانون بيقول حاجة ولا اللائحة بتقول حاجة. فأزمة تنتهي في هدوء، أعتقد الهدوء مطلوب في الكرة المصرية، وإني أنا أتوقع المستشار عادل الشرباجي وهو راجل مش ليس محسوبا على أحد، أنه هيكون قراره الانحياز للعدالة، الانحياز لمصلحة نادي الزمالك، خاصة وإن الزمالك لم يخطئ في تسجيل لعيبته وجودهم على السيستم اللي فتحه الاتحاد الدولي لكل الأندية من خلال الباسورد، أنت بتسجل عليه لعيبتك أو قيمتك. فإن شاء الله أتوقع بكرة إن شاء الله يكون في قيد واستخراج، مش هم متأيدين، استخراج للكرنيهات عشان يقدروا يلعبوا مع الزمالك ويقدروا يسافروا مع الزمالك ماتش المهم مع الترجي، كل مصر والجمهور الزمالك كله منتظر نتيجة طيبة للزمالك في أمام الترجي ويقدر يعمل ده. ويمكن قلتها قبل كده كابتن خالد إن الزمالك تفوق على الترجي رايح جاي 2004 هنا في القاهرة 3 وهناك في ملعب رادس 2، فلاعيبة الزمالك يقدروا يعملوا ده، وكعب الزمالك عالي قوي على الترجي. اما احترم الترجي فريق كبير وعامل بالنجوم وبيدربه مدرب كبير، لكن ده الزمالك. وده انا شايف كمان مباراه الترجي والزمالك ده نهائي افريقي مبكر، لان الاثنين ابطال، الزمالك بطل تاريخي افريقيا والترجي برضو بطل افريقيا، فانا شايف ده نهائي مبكر للبطوله السنه دي. فمساله القيد ان شاء الله تتحل بكره، مفرح جمهور الزمالك، اللعيبه كمان لم يسمعوا الخبر ده هيخرجوا من حاله الحزن والوجع اللي هم فيه، لان انت جايب لعيبه عشان تلعب، صح، مش جايبها عشان تتمنع من القيد لاسباب غير معروفه. صح. الاسباب حتى الان عدم قيد صفقات الزمالك الثلاثه بالحاج وناصر وشبانه اسباب غير معروف، اسباب مجهوله. انت طب ما سجلتهمش ليه؟ ما حدش عارف. طب انت واقف القيد ليه؟ ما حدش عارف. فعشان كده العداله اللي ينتهجها ان شاء الله المستشار عادل الشرباجي وله كل التقدير والاحترام هتنحاز لمصلحه نادي الزمالك، لان مصلحه نادي الزمالك قيد الثلاثي.